كملين صباحنا معكم مشاهدينا، وهلأ رشا انتقلنا لفقرة كتير مهمة وخاصة نص بالأمهات. دائما الشغل الشاغل العفاف، احنا كيف قادرين نربي هدول الأطفال؟ تماما. اليوم فقرتنا رح نروح فيها بعالم الطفولة، ورح نطرح فيها تساؤل بيتضمن مفاهيم عديدة ووجهات نظر وأراء مستوحاة من مدارس ومناهج تربوية. لكل منا طريقة حول التربية الصحيحة للطفل، وإمتى بتبدأ، وشو هي أصعب مرحلة فيها، وشو هي أسباب السلوكيات الغير صحيحة بالمقابل، وكيف ممكن أنه نستثمر هذا الشهر الفضيل نحو حالة تربوية إيجابية، وشو هي عدة نصائح مهمة جدا للأمهات لحتى تتبعها خلال هذا الشهر مع أطفالها. رح نتعرف على هاي التفاصيل مع الاختصاصية التربوية يارا أحمد. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك رمضان كريم عليك. اليوم الموضوع اللي عم نحكي فيه هو محور حديث الامهات، واليوم في وجهات نظر مختلفه بين كل ام واخرى، كل حدا عنده طريقه بالتربيه. بعض الامهات بتروح للدلال، البعض للتعنيف، البعض للحرمان، ولكن اليوم وقت بنقول تربيه صحيحه، اليوم نحن قدام عنوان جدا مهم. تمام. هلا التربيه الصحيحه للطفل هو مفهوم عميق ومفهوم شامل. تمام. كيف نحن قدرانين نربي تربية صحيحة للطفل؟ هل نحن عم نخطأ بتربية أطفالنا؟ هل نحن السبب بالأخطاء والسلوكيات اللي عم تظهر عند أطفالنا؟ هذا الموضوع جدا عميق وجدا بده انتباه من قبل الأهل. نرجع شوي لمفهوم تربية الطفل. أول شيء، تربية الطفل هي بتقوم على غرس المبادئ الأساسية موجودة عند الطفل. طب أنت بتبدأ مرحلة تربية الطفل؟ كل الأمهات بيفكروا أنه بس يوعى الطفل، أنا شو عم بعمل تصرفات قدام ابني ما عم ينتبه، لكن هذا المفهوم خطأ. الطفل بينتبه على سلوكيات أمه، بيشعر بأمه من وقت اللي بيكون بيبي داخل الرحم، مثلا بيشوف بدقات قلب أمه بيحس فيها، بينتبه وقت اللي هي بتكون معصبة، وقت اللي بتكون مثلا عنده زعلانة متضايقة، هو بيكون عم يحس بأمه لأنه هو موجود ضمن الرحم. تمام. فبيقولوا كتير نحنا بكتير بدراسات الحالة اللي بنقوم فيها، كتير نحنا بنرجع لفترة الحمل عند الأم، لأنه هي من أهم المراحل نحنا لازم ننتبه عليها، لأنه هاي المرحلة أساسية عند الطفل. ومعظم المشاكل نحنا بننتبه عليها بنرجع لخلفيتها، بيكون في مشاكل عند الأم بفترة الحمل، إن كانت مشاكل نفسية، إن كانت مشاكل اجتماعية عند الطفل، إن كانت مشاكل مثلا اضطرابات عقلية وإلى آخره. أنا ما بدي فوت بهذا القسم، بدي فوت أنه نحن ينتبهوا الأمهات على الحالة النفسية لأنه خلال فترة الحمل، لأنه هذا الشيء بيأثر على الطفل بشكل كامل. طيب، هل تربية الطفل بس أنه يعني هي الأم بتكون مسؤولة عن هذا الموضوع؟ لا، الأم هي جزء من التربية، لكن الأب كمان له جزء بهذا المفهوم. فكمان نحن إذا بدنا شوي بدنا نرجع بدنا نقول إنه اختيار الطرفين لبعضهم، اختيار شريك الحياة هذا كتير مهم، لأنه مو معقولة، خلينا نسأل حالنا سؤال، مو معقولة أنا كون مختاري حدا مثلا شخص مانو صحيح، مثلا عنده مبادئ مانا أساسية، بيعمل سلوكيات مثلا بيشرب إلى آخره. هل برأيكم أن نحن الطفل حيتربى تربية صحيحة يا ترى؟ أكيد هو ما حيتربى تربية صحيحة. فهذا الشيء بيبين هو عبارة عن تراكمات من اختيار شريك الحياة الصحيح، من التفاهم على مبادئ التربية، من مثلا أنت كيف تتعاملي مع شريك حياتك، كيف تتعاملي مع الشخص اللي أنت عم تتعاملي معه. طبعا هذا ببلش طبعا بأول سنة زواج، نحن بنعرف تصير كتير مشاكل، كتير بتصير مفاهيم ما نظبطة بين الشخصين قد ما كانوا متفاهمين بفترة الخطوبة وفترة الزواج. نحن في عنا مرحلة تعرف الطرفين على بعضهم، فنحن هون ببلشوا أن يتعرفوا على بعض، يتفاهموا على أمور التربية، كيف أنه علاقتهم مع بعض، نقاشاتهم، هل في عياط، هل في خناق، هل في ضرب إلى آخره، أسلوب العياط، كيف في ألفاظ عم تنطلق بطريقة معينة، هل عم يتم كل شخص كيف عم يتصرف مع الثاني. هاد كله بيأسس التربية. نجي هون الأم حملت، صار في عنا الأم في عنا حالة نفسية، قديش الشخص الثاني أو الزوج اهتم بالأم بهي المرحلة، قديش انتبه على سلوكي، انتبه على حالته النفسية، قدروا يتفاهموا، صار في عنا مرحلة ولادة. هون بلش الطفل، نحن عنا بالمراحل الأولى من عمره، نحن دائما بيكون ببالنا مفهوم إنه الطفل ما عم يستوعب، الطفل ما عم يفهم، لا الطفل عم يستوعب، الطفل يحس. لا هو في العين بتطبع صور. انتبه انه نحن في عنا العين بتطبع صور، هاي الصور بتروح على ذاكرة الطفل، بيحتفظ فيها الطفل وبتعمل تراكمات. نحن في عنا مثلا خلينا نقول بأول تقريبا بأول ست شهور من حياة الطفل بيكون لسه أوكي وعيان، يعني هو عم يلقط صور ويكون، لكن هل هو بيكون فهمان البيئة اللي حواليه؟ لا، هل هو بيكون بس إنه هو عم يلقط، تمام، ما بيكون لسه عنده الوعي الكافي. بمرحلة الست شهور بتلاقي هون الطفل بلش يكون يتحمل مسؤولية ألعاب ويلعب بألعابه،
بعد مثلا بتلاقي انه هو صار يعني صار هو قدران مثلا يدحبي يعمل سلوكيات معينه، فهون نحن بنبلش نعرف الطفل شو هو المسموح وشو هو المرغوب. فنحن هون كل ما تطور الطفل اكثر كل ما تطورت المفاهيم عنده اكثر. طب شو هي اصعب مرحله نحن بنعتبر انه بتربيه الطفل؟ يعني احنا كثير بنشوف مثلا انه تربيه الطفل بيقولوا لك ناس انه بمرحله الطفوله، هون بدي ركز على نقطة نحن مرحلة الطفولة المبكرة من وقت الولادة لعمر الخمس سنوات. نحن هون في عنا الطفل نحن قدرانين نسيطر عليه، نحن قدرانين هذا الطفل انه مثلا انه نحن نمشي كلمة نمشي مثل ما بدنا، يعني نحن هون في مرحلة السيطرة. لكن نحن الطفل بمرحلة السبع سنوات والثمان سنوات هون الطفل بيصير عنده قرار، قدران يتحمل المسؤولية. فنحن هون صار عنا شو؟ صار عنا الطفل هون بده يصير عنا هون بيكون هون المرحلة صعبة، لأنه نحن أول شيء كنا عم نمشي الطفل على مبادئنا وعلى الشغلات اللي نحن عم نربيه عليها، لكن الطفل هون بلش يكون شخصيته. فنحن هون صار بعنا هون مرحلة صعبة لحتى نحن هون الطفل نعلمه انه هو كيف ياخذ قرار بشكل صحيح. ننتقل بعدين لمرحلة المراهقة، وطبعا هي مرحلة كتير صعبة على الآباء والأمهات لحتى هن يعلموا الطفل. بمرحلة المراهقة بصير في تدخل هرمونات، تدخل فيزيولوجي، بصير عنا ردات فعل، بصير الطفل او اليافع خلينا نقول بيكتشف اكثر. فنحن هون في عنا كمان تربية بتكون اصعب بهي المرحلة. لازم الأهل ينتبهوا على التربية الصحيحة للطفل، ينتبهوا هن شو بدهم يعملوا مع الطفل، ينتبهوا هن يوضعوا المبادئ الأساسية ويعرفوا يتصرفوا بشكل صحيح. لأنه معظم الحالات اللي عم تجينا واللي عم ننتبه عليها من الاستشارات النفسية عم يكون الأطفال عندهم مشاكل راجعة للتربية خاطئة من قبل الأهل وصدمات متعرضين لها من قبل الأهل. معناتها هلا نحن متفقين انه ما في عمر محدد لحتى الاهل يبلشوا بمرحله التربيه الصحيحه، ولكن نحن هلا خلال شهر رمضان المبارك لازم الاهل يستثمروا هذا الشهر بزرع القيم الايجابيه والمبادئ عند اطفالهم. كيف ممكن يستغلوا هذا الشهر وشو هي القواعد الاساسيه لحتى لازم يتبعوها بتربيه الطفل؟ تمام، هلا انت في عندك القيم، القيم شو هي؟ الإخلاص، الصدق، الوفاء إلى آخره، في مجموعة من القيم نحن لازم نكون مربيين عليها. طب بس سؤال، خلينا نقول إنه نحن هل نحن بس بشهر رمضان نحن المفروض نركز على هدول الأساسيات؟ هون نحن بده يكون عنا في تنشئة صحيحة للطفل، يعني إن كان بموضوع الصلاة، بموضوع قراءة القرآن، بمواضيع معينة. ما بدي ركز إنه كل حدا كل مجتمع عنده أساليب معينة، كل مجتمع عنده معتقدات معينة، بس أنا هدول القيم، هدول المبادئ بدي أعلمها للطفل. معقولة أنا بس أجي على شهر رمضان بس أنا ركز على هدول المواضيع؟ لا، أنا بدي يكون من قبل مهيئة الطفل على الصوم. يعني مثلا أنا بلش بتنشئة الطفل، مثلا خلينا نحكي عن موضوع الصيام، بلش بتنشئة الطفل من وقت اللي بيكون مثلا بلش أنه هو قدران عنده احتمالية، بس بخليه صوم ساعة، بخليه صوم ساعتين إلى آخره، لحتى بالتدريج علم الطفل على فكرة الصوم، مو فورا أنا خليه صوم. علمه مثلا أقعد مع الطفل حاوره وورجيه إيجابيات الصيام، إن كان جسمانيا إن كان دينيا وإلى آخره. مثلا قراءة القرآن، هي مثلا لازم تكون عند الطفل. نحن لازم يكون مثلا إذا في مثلا ناس مثلا بيقولوا بشهر رمضان لازم تقرأ قرآن، لا، نحن لازم هذا الشيء يكون تعود. مثلا تعود، نحن في عنا ساعة معينة استغفار، إن كان مثلا قراءة قرآن وإلى آخره، هذا الشيء لازم يكون تراكمي. نحن المفروض كل مثلا بتربية الطفل المعتقدات والمبادئ اللي نحن مربيين عليها، مثلا بدنا نعلم عليها الأطفال، تكون هذا الشيء مشيانين نحن فيه بطريقة تدريجية، بطريقة نحن نغرسها بصورة محببة. طبعا نحن كل شيء مندخله بالإجبار الطفل ما حيحبه، صحيح، ولا حيستوعبه. إن كان مثلا الحجاب، إن كان مثلا الصوم، إن كان الصلاة وإلى آخره، نحن نحاول ندخله للطفل بتحبب، بنقاش، بأفكار حلوة، مشان الطفل ما يحس حاله مجبر على هدول الأمور وبعدين يصير عنا مشاكل بنفسية الطفل. طيب اليوم وقت اللي بنقول للطفل وسلوكيات صحيحة، اليوم نحن قدام مسؤولية جدا مهمة وتبلش بعمر الأشهر خلينا نقول، والطفل مثل ما مشابه دائما أنه هو سفنجة بيمتص الصح ويمتص الغلط. اليوم بكل المراحل إلى أسلوب خاص فيها، إلى قيم خاصة فيها، ولكن في بعض الجزئيات الأهل بيوقفوا أنه أنا قدام مرحلة جدا صعبة. شو هي أهم المراحل صعبة؟ هل اليوم المراهق عم يكون أكثر صعوبة مع الأهل؟ يعني أحيانا الأهل بيقول لك أنا فقدت السيطرة على هذا الطفل، أنا صار عنده جوه، صار عنده رفقاته، صار عنده خياراته وقراراته، بلش يكون هاي الشخصية. تمام، هلأ شوفي لك، كل سلوك بيعمله الطفل هو وراشي،
تمام؟ يعني مو معقولة طفل مثلا أو مراهق أو إلى آخره عم يعمل سلوك معين، نحن ما في هذا السلوك وراه شيء، إن كان نفسيا من قبل الأهل، من قبل البيئة المحيطة، من قبل أي شيء. خلينا نقول مثلا، خلينا نعطي مثال، مشكلة قدم الأظافر، مشكلة العناد، مشكلة مص الإصبع إلى آخره، هي كلياتهم مشاكل راجعة لتنشئة أو مشاكل ظاهرة عند الطفل بمرحلة الطفولة أو بمرحلة تنشئة الطفل. نعم. طيب نحن هون مثلا وقت نحن بنشوف مثلا مرحلة المراهقة، طفل مثلا بلش انه هو يبعد عن اهله. طب سؤال، لو نحن هون الطفل عايش ببيئة، تمام، في مثلا حوار مشترك، في قعدات على طول مع الاهل، يا ترى هو فجأة رح يبعد عن الاهل؟ اكيد لا، في اساس اليوم في اساس بيكون. انا هذا اللي بدي ركز عليه، نحن في عنا اساسيات بالتربية. طب هلا كمان في نحن عنا مثلا الطفل بمرحلة المراهقة او اليافة، خلينا نقول كثير مثلا بصير مرحلة عياط، بتحسي انه كثير استخناقات وعياط وقصص بين الاهل، لانه مثلا هو صار عم يكتشف شغلات جديدة، عم يحب يروح ل توسع العالم عنده، توسع المجتمع، فهو عم يحب يجرب شغلات جديدة. نحن هون عم يكون عنا ردة فعل مثل التربية اللي نحن تربينا عليها، بدنا نربي أطفالنا عليها. فنحن لازم نغرس ببالنا وبمعتقداتنا وبأفكارنا أنه نحن التربية اللي تربينا عليها مو ضروري نحن نربي أطفالنا عليها. أنت كتير بتسمعي أنا ما تربيت هيك، مجتمعك كان غير، مجتمع طفلك هلا غير، فنحن لازم كثير ننتبه على هدول القصص. خلينا هون يارا نوقف عند هي النقطة، هي المجتمع، يعني ممكن الأهل يكونوا عم يمشوا بنطاق كثير أساسي مع الطفل ونظام، يعني عم يربوه تربية حلوة، ولكن الطفل هون عم يخوض معارك بالمجتمع، عم يشوف عالم مانا منيحة، مانا متربية، وكمان بنفس الوقت عم يلقط منهم وبيحاول يطبق هي الأشياء كمان بالبيت، فهون ممكن يصير يضيع بين هون الصح وهون الغلط. كيف ممكن احنا نقعد نسيطر على هي الحاله؟ تمام. هلا ذكرتيني باستشاره بهذا الموضوع، انه نحن خصوص التربيه الجنسيه وهي من اكثر المواضيع الشائكه والمعقده، لا نحن يعني الطفل وقت اللي بيصير بيسال اسئله معينه بده يصير يتعرف، فبيسمع مثلا من احد الاستشارات انه عم يسمع الفاظ، ان كانت بنت ولا شاب، عم يسمع الفاظ خارجيه، تمام، الفاظ انه ما انا محبذه لحتى يسمع الطفل. فالاهل بيجوا دائما لعنا انه طب انا كيف بدي اشرح له، انا كيف بدي فهمه الصح من الغلط. طيب اوكي، هل نحن اذا اي شيء بيسمعه الطفل احنا لازم نقول له ماما انت صغير انت ما بتفهم؟ لا، الطفل بيفهم، رح تستوعب، بس نحن بنبلش نشرح مرحله مرحله. يعني ما تفكري مثلا هلا الموبايل، السوشيال ميديا، بفوت الطفل ان كان وغيره، فهو في شغلات كثير يتعرف عليها، وهلا من عمره صغير صاير عم يحمل الموبايلات، فهني قادرين يتعرفوا. نحن ما بدنا يعرفوا من غيرنا، نحن بدنا اياهم يعرفوا منا، يستقبلوا المعلومه منا. الاهل احيانا بنحرجوا، بس انت المفروض تعرفي. طيب يعني شو اكثر ممكن اسئله مثلا؟ نحن كثير بنسمع انا من وين اجيت، نحن كثير بنسمع هاي القصه. طب شو الغلط؟ تمام، شو الغلط انه نحن نشرح انه نحن مثلا بطرق معينه، مثلا ماما انت كنتي ببطني، مثلا انا جبتك مثلا ببطني، بعد فتره بتلاقي انه هي سؤال سألي سقفه شوي، معلش خلونا نشرح مرحله مرحله، معلش خلونا نحن نفهم الطفل، انت عم تتعاملي مع طفل له احترامه له تقديره له عقله، فهو قدران يستوعب عليك. طبعا انا ما عم بحكي بطريقه نحن نشرح كل شيء، نحن نشرح بطريقه ما منظمه، انا عم اقول ننتبه للمرحله العمريه ونجاوب الطفل، ما نعتبره طفل ما بيفهم، لا الطفل بيفهم، قدران يستوعب عليك. مفروض نحن نكون على تماس مباشر مع الطفل، على حوار مباشر مع الطفل، مشان شو ما صار مع الطفل يحكي لنا ونحن نقدر نفهمه صح من الغلط. طيب دائما احنا بنقول وقت بنقول اسلوب تربيه واساليب حديث، اليوم صار في بالمدارس، يعني كنا من زمان انه خلص ناخذ درس نحفظه ويفوت الاستاذ الانس يشرح لنا بعض المواضيع المتعلقه بالمجتمع بالاخلاق وخلص يعني، بس اليوم صار في تطور بهي القصه، رح نصير نروح للنشاطات الفعاليات، ويمكن اليوم تربويا كثير صح النقطه انك تدمجي هذا الطفل بالمجتمع، تخليه يتعرف شو يعني مطبخ رمضان، شو يعني اليوم يفوت على ميتم، شو يعني اليوم يقدم هديه لمسن، شو يعني يروح حمله نظافه، قد ايه اليوم هم هدول النشاطات عم بيكونوا مساعدين للاهل خلينا نقول غرس هي المبادئ الاخلاقيه. تمام. هلا شوفي، نحن نحن بالتربيه الحديثه للطفل نحن عم نبعد على المبادئ التقليديه، يعني نحن عم نروح شوي للشغلات اللي هو الطفل لحتى يكتسبها. هلا انت اذا بتمسكي ورقه ولا بتقعدي بتحفظي ساعه،
ما حتحفظي وما حتفهمي وما حتستوعبي، لكن وقت اللي بيكون في تجربه حقيقيه قدام الطفل هو راح تنغرس القيم اللي انت بدك اياها، راح تنغرس التجارب اللي انت بدك اياها. فنحن من الضروري نفهم ونستوعب فكره انه اي شيء ما جربه الطفل على ارض الواقع، ان كان تعاون مع رفقاته، ان كان مثلا الصدق مثلا، ان كان اي تجربه على ارض الواقع ما جربها الطفل وحس السلبيات من الايجابيات هو ما رح يتعلم. ان كان مثلا انه كيف هو يساعد الاخرين، وقت اللي بحس بالسعاده، وقت اللي بحس بهالشعور اللطيف اللي هو بحسه وقت اللي هو عم يساعد الاخرين، هو ما حيحبذ انه هو مثلا يساويه مره ثانيه. كثير بنشوف شغلات على السوشيال ميديا، كثير رح يشوف قصص، لكن هو اذا ما جربها على ارض الواقع وحس فيها احساس ملموس وجرب المشاعر، هو ما رح يعرف الصح من الغلط، ما رح يعرف يكرر السلوكيات الايجابيه. ومن المهم جدا من قبل الاهالي انه نحن اي سلوك بيعمله الطفل ان كان ايجابي هو الدعم للطفل والتحفيز له، لانه طالما الطفل نحن كيف بنرفع السلوكيات الايجابيه من خلال انه نحن دعم الطفل وتحفيزه بشكل يعني بشكل متكرر على السلوكيات الإيجابية اللي هو عم يقوم فيها، فهيك نحن الطفل بصير يزيد هاي السلوكيات الإيجابية. فهدول النصائح كتير نحن بننصح فيهم الأهالي بالتربية الصحيحة للطفل. طيب يارا، خلينا بآخر دقيقتين من وقتنا نتعرف على أهم النصائح لكل عمر، ممكن قبل مثلا الـ 12 يعتبر طفل، كيف طريقة التعامل معه خصوصا بهذا الشهر الفضيل؟ كمان ما بدنا ننسى أنه نعرف كيف نستثمره، وممكن كمان يكون للمراهقين بنفس الوقت بعض النصائح. تمام. هلا أهم نصيحة أنا بنصحها للأهالي أنه أنت انزلي بمستوى تفكيرك لعمر طفلك، حطي حالك عقلك مكان طفلك. يعني هو انت مثلا طفل بعمر الخمس سنوات بمرحله الطفوله، احنا كلنا بدنا بهي المراحل، انا شو بتفكر بهالمرحله؟ طفل شو بيفكر بهالمرحله؟ اليافع شو بيفكر بهالمرحله؟ فانا ما حط الطفل واليافع هو ند لإلي، هاد طفل بده يتعلم، بدي احط حالي انه ما كان اعرف ليش غلط هذا الغلط، فانزل لمستوى تفكيره ما ارفعه لمستوى تفكيري. هي من اهم النصائح. النصيحه الثانيه انه التربيه الصحيحه للطفل هي من خلال انا ما استخدم العقل والقلب. نحن في عنا عقل وفي عنا قلب، فنحن اذا كان في عنا طفل استخدمنا العقل عم نكون نحن كثير قاسيين، واذا استخدمنا العاطفه نحن كثير عم نكون لينين. فمن ضروري الموازنه بين العقل والقلب لحتى انه نربي الطفل بتربيه صحيحه. والنصيحه الاهم انه نحن الحوار الدائم مع الطفل، الحوار دائما التماس المباشر مع الطفل من خلال انه مثلا نحن نتعامل معه بحب، انه مثلا نناقشه النقاش، التواصل البصري مع الطفل، قعده رايقه، ما تكون نحن البادي لانجويج عنا، ما تكون البادي لانجويج عنا نستعمل اسلوب. يعني مثلا انت عم تتناقشي انت والطفل عم تصير في مرحله حوار، فانا اطلع بعيونه، حاوره بطريقه وديه مثل انا عم بتحاور انا وياك، ونحن عم نتحاور بطريقه وديه، فعم يصير في نقاش بيني وبينكم. فنحن ننتبه على كيف نظره العين، كيف النظره، كيف الحوار، كيف الحوار بحب، لحتى تقدري تعملي تربيه صحيحه وتقدري تربي الطفل تربيه صحيحه. ودائما نحن بنقول ما بين التعنيف والترغيب، يعني هي شعره انت يا بتوصلي فيها لقلب هذا الطفل او المراهق، يا بتكسري هذا الحواجز يعني على مبدا ابنك اذا كبر خاوي، او بتكوني له عن جد ند بروح للصداقات الخارجيه. بهيك سريعا، يعني اليوم التعنيف هل هو ضروري بالتربيه الحديثه؟ هل نحن مجبورين ببعض المواقف نروح لهي القصه؟ مو التعنيف بس، نحن في عنا عقاب، لا مو نحن في عنا شيء اسمه عقاب بس مو العقاب، مو العقاب. مثلا يعرف الطفل انه عواقب السلوك اللي هو عم يقوم فيه، يعني نحن باهم الاساليب نحن بنستخدمها، الطفل وقت مثلا بكب الكاسه على الارض تمام، فانا وقت بمسحها انه هو ما عرف عقوبه هذا الموضوع، بس لكن وقت بخلي الطفل يمسك مثلا المحرمه ويمسح هون عرف عواقب السلوك. اذا ضيع الطفل غرض قدام غرفته المكركبه تمام، هو اذا رتبت له اياه هو ما راح يعرف انه هذا السلوك خطا، وانا مثلا ما علمته شيء، لكن الطفل وقت اللي بيعلم بيضيع غرضه بصير بيدور عليه، هون عرف عواقب السلوك اللي هو عم يقوم فيه. فمن اهم النصائح نحن بننصحها انه انتم ما تعاقبوا، بس لازم تعلموا الطفل عواقب السلوك اللي هو بيقوم فيه. يعني اي طفل بيغلط اليوم لازم من انه بطريقه انه يصحح الغلط يلي ارتكبه. طبعا. نتشكر وجودك معنا يارا، وشكرا لكل النصائح يلي قدمتيها. اهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا لك، يومك حلو ورمضان كريم عليك يا حبيبتي. لكم يا رب.